السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والتعليم الفندقي، أهلا بكم في آخر حلقاتنا من مادتنا قانون العمل والتأمينات. إن شاء الله بإذن الله الحلقة دي راجعة على ليلة الامتحان، يعني وانت بتشوفها يبقى تاني يوم بإذن الله الامتحان بتاعنا. عايزين نركز، عايزين ما نضيعش تعب السنة على الفاضي. طيب نقول للمرة الأخيرة ونفكرك إن الامتحان بتاعنا متقسم ثلاث أجزاء: الجزء الأولاني قانون العمل، والجزء الثاني قانون الخدمة المدنية، والجزء الثالث قانون التأمينات. يبقى الامتحان هيجي لك، ورقة الامتحان هتجي لك متقسمة لثلاثة. طبعا التقسيمات ديت احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت مقسمين ليه. طيب المراجعة بتاعتنا هتشمل بعض النقاط المهمة، طبعا مش هنقدر نغطي في الحلقة كلها المنهج كله، المنهج كبير. احنا قبل كده عملنا 3 أو 4 حلقات للمراجعة مع الحلقة ديت، يبقى احنا غطينا المنهج كله بإذن الله. تعال مع بعض كده نبدأ أول حاجة أو أول سؤال في مراجعتنا. أولا طبعا اللي مكتوب قدامك ده هيجي لك أولا القانون العمل، قانون 12 لسنة 2003 المقصود به قانون العمل. ضع علامة صح أو خطأ. يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة. تاني السؤال، ورقة وقلم واكتب الأسئلة دي. يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة. طبعا هنا الإجابة، وإحنا بنشرح كمان يعني هنقول الصح، مش هنقول الصح والغلط بس، هنقولها ونوضحها كمان. هو هنا بيقول لي يؤخذ على التشريعات العمالية. أول سؤال حد هيسأله دلوقتي، استنى بس، يعني إيه تشريعات عمالية؟ كلمة تشريعات عمالية معناها قانون العمل. يؤخذ هنا يعني إيه؟ من ضمن الانتقادات يعني اللي وجهت لي إنه قليل التكلفة، العبارة هنا خطأ. طب خطأ ليه يا مستر؟ لأن من أهم الانتقادات التي وجهت لقانون العمل أنه كثير التكلفة. القانون ده بيتكلف أموال كتير، لكن خلي بالك من الحتة دي. إحنا بنقول إنه كثير التكلفة عشان أنا عامله لمين؟ أنا عامله لصالح طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم. خلي بالك عشان لو جيت لي أكمل، قانون العمل الهدف منه رفع مستوى معيشة الطبقة العمالية. هو مكلف بس على صاحب العمل. يبقى عشان لو حد برضو سألني، هو هيجينا مع التصويب؟ حتى لو جانا مع التصويب هتبقى العبارة هنا خطأ. يؤخذ على قانون العمل أنه كثير التكلفة، أو من أهم الانتقادات التي العيوب يعني التي وجهت لقانون العمل أنه كثير التكلفة. تعال مع بعض نشوف السؤال الثاني. من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء. تاني، من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء. طبعا هنا في حاجة اسمها، وده سؤال مقالي مهم جدا، ما هي الأعمال المحظورة على العامل؟ إيه الحاجات اللي العامل ممنوع يعملها، بيعملها في الشغل بتاعه؟ من ضمن الحاجات المحظورة على العامل القيام بها، وإلا لو قام بها يتعرض للمساءلة القانونية، إن هو يقترض من العملاء. يعني إيه يقترض من العملاء؟ يعني القانون سمح للعامل إن هو يقترض من مين؟ من صاحب العمل. هو هيضحك عليك ويقول لك في السؤال من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من صاحب العمل، قول له لا غلط، ممكن يقترض من صاحب العمل. أو من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من الأصدقاء، برضو ملناش دعوة. لكن من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء. طب هل بس الاقتراض من العملاء؟ لا، من الأعمال المحظورة إن هو يحتفظ بأي مستند. يبقى خلي بالك الجملة دي لو جاء لك من الأعمال المحظورة وقال أي حاجة من اللي أنا هقولهم دول، الاحتفاظ بالمستند يخص العمل، الاقتراض من العملاء، ممارسة عمل مماثل لصاحب العمل، جمع تبرعات دون إذن صاحب العمل، أو قبول هدايا أو مكافآت دون علم صاحب العمل. يبقى فعلا من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء. النقطة اللي بعد كده، قام صاحب عمل بإعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد. تاني، أنا هديك فرصة تكتب الجمل. قام صاحب عمل بإعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد. طيب مبدئيا كده العبارة خطأ. طب خطأ ليه يا مستر؟ هقول لك خطأ ليه. القانون بيقول ألزم من التزامات صاحب العمل. يعني التزامات صاحب العمل؟
يعني القانون ألزم صاحب العمل، أي صاحب عمل القانون ألزمه بإيه؟ إن هو ينشئ ملف لكل عامل، تمام؟ ينشئ ملف لكل عامل، ومش كده بس، الاحتفاظ بالملف لمدة سنة. خلي بالك من النقطة دي، بأكد عليها، الاحتفاظ بالملف لمدة قد إيه؟ لمدة سنة. من إمتى كمان؟ من انتهاء تاريخ التعاقد مع العامل. يعني ببساطة كده، أنا كنت شغال عند حد، سبت الشغل، ملفي موجود في الشغل، القانون ألزم صاحب العمل إنه يحتفظ بيه لمدة قد إيه؟ لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. طبعا التصرف اللي عمله صاحب العمل إن هو يعدم الملفات، وكلمة يعدم الملفات يعني يقطعها أو يتخلص منها بأي وسيلة. طبعا هنا العبارة خطأ، يجب الاحتفاظ بالملفات لمدة قد إيه؟ لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. خلي بالك من النقط دي. نشوف السؤال اللي بعده، أفراد أسرة صاحب العمل من الفئات المستثناء من الخضوع لقانون العمل. تاني، أفراد أسرة صاحب العمل من الفئات المستثناء من الخضوع لقانون العمل. طيب مبدئيا كده برضو طلبة وأبنائي وبناتي، حد هيقول لي يعني إيه؟ يعني إيه كلمة المستثناء؟ كلمة المستثناء اللي هم غير خاضعين لقانون العمل. هل أسرة صاحب العمل غير خاضع لقانون العمل؟ طب ده يخلينا نراجع حتة صغيرة كده مهمة، الفئات التي لا تخضع لقانون العمل، أو الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل، أو الفئات المستثناة من قانون العمل. تلات فئات ما بنطبقش عليهم قانون العمل، وإحنا قلنا قبل كده ليه. بس مين هم الفئات دول؟ أول حاجة، جميع العاملين في الأجهزة الدولة أو الحكم المحلي أو الأجهزة الإدارية للدولة، كل موظفين الدولة والحكم المحلي والهيئات العامة والإدارية لا تخضع لقانون العمل. لا تخضع ليه؟ لهم قانون الخدمة المدنية. يبقى أول حاجة جميع العاملين في الدولة. رقم اتنين، عمال الخدمة المنزلية، عمال الخدمة المنزلية. رقم تلاتة، أسرة صاحب العمل، كل أسرة صاحب العمل إذا كان يعولهم، يعولهم هنا يعني يصرف عليهم. يبقى فعلا أسرة صاحب العمل من الفئات التي لا يطبق أو لا يسري أو المستثناء من قانون العمل. نشوف كده النقطة اللي بعدها، للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة، مدة كل فترة نصف ساعة. تاني، للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة، مدة كل فترة نصف ساعة. طيب نوضح النقطة عشان فيها حتة مهمة عايز أوضحها. أولا القانون إدى الحق للعاملة التي تقوم برضاعة طفلها بساعة رضاعة، خد بالك بقى من الكلمة دي، مدفوعة الأجر. تاني، ساعة رضاعة مدفوعة الأجر. ممكن تقسم الساعة دي نص ساعة ونص ساعة على فترتين، بس خلي بالك هي مدفوعة الإيه؟ الأجر. طيب هتاخدها لمدة قد إيه؟ لمدة سنتين، لأس مدة إرضاع الطفلة أو الطفلة اللي هي معاه. يبقى مدتها قد إيه؟ الساعة الرضاعة دي تاخدها لمدة سنتين. طب عندنا نقطة مهمة جدا، وخلي بالك من النقطة اللي أنا هقولها دلوقتي. عندنا حاجة اسمها أجازة الوضع. يعني إيه أجازة الوضع؟ للعاملة الحق في أجازة وضع مدتها 90 يوم، يعني هتاخد وضع أجازة وضع مدته 90 يوم. هتاخدها تحصل عليها كم مرة؟ مرتين فقط طوال الخدمة. كم مرة؟ مرتين فقط طوال الخدمة. طيب لو وضعت مولود ثالث مفيش مشكلة، بس مش هيحتسب، ملهاش حق في الأجازة. لكن بقى السؤال هنا، هل الطفل الثالث ده هنديله ساعة رضاعة ولا مش هنديله ساعة رضاعة؟ طبعا القانون قال هياخد الساعة رضاعة. إذن ساعة الرضاعة لا ترتبط بعدد مرات أجازة الوضع. تاني، ساعة الرضاعة لا ترتبط نهائيا بعدد مرات أجازة الوضع. أجازة الوضع مرتين، إنما الساعة الرضاعة العاملة هتاخدها. هو القانون قال إيه؟ للعاملة التي ترضع طفلها، ما قالش بقى الأول والتاني والتالت والرابع، لا، للعاملة التي ترضع طفلها ساعة رضاعة، والساعة دي ممكن تقسم على فترتين، والساعة دي مدفوعة الأجر. السؤال اللي بعد كده، يجوز تشغيل الأطفال في سن العاشرة. طيب برضو هنراجع الجزئية دي بتاعة تشغيل الأطفال. القانون قال إيه؟ قال الحد الأدنى، كلمة الحد الأدنى يعني أقل حاجة، الحد الأدنى لتشغيل الأطفال سن 14 سنة أو إتمام مرحلة التعليم الأساسي. تاني، الحد الأدنى أقل حاجة يعني لسن تشغيل الأطفال 14 سنة
او اتمام مرحلة التعليم الاساسي حتى سن 18 سنة، يعني كده من 14 ل 18، ومش كده وبس كمان، ولا يجوز تدريب الاطفال قبل سن ال 12، يعني ما ينفعش ادرب الشغل ادرب الطفل على عمل قبل سن ال 12. هنا العبارة بتقول ان هو شغلهم في سن العشرة، طبعا العبارة هنا خطأ، يبقى سن تشغيل الاطفال من كام؟ برافو عليكم، من سن 14 لسن 18. النقطة اللي بعد كده صح وخطأ برضو، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع 25% وفاء للقرض. تاني، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع 25% وفاء للقرض. طيب أول حاجة دلوقتي هتيجي في دماغنا كلنا، هو يعني إيه يا مستر يقتطع ويعني إيه وفاء؟ لو ما الجملة بتيجي كده في الامتحان هقول لك يعني إيه. كلمة يقتطع يعني يخصم، يقتطع يعني يخصم، كلمة وفاء يعني مقابل القرض اللي خده. يعني الجملة هنا بتقول ايه؟ واحنا هنقول الجملة ونقول التصحيح بتاعها. الجملة بتقول ان لصاحب العمل من حقه او يجوز له اقتطاع، خصم يعني 25% من اجر العامل وفاء لما اقترضه من مال او وفاء للقرض. طبعا العبارة هنا خطأ، والنقطة دي مهمة جدا. مهمة ليه؟ بتيجي على طول في الامتحانات سواء في الصح والغلط او الاكمل او الرأي القانوني حتى. امال ايه الصح بتاعها؟ القانون قال ان لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع اكثر من 10% فقط. كام؟ 10% فقط. منين كمان؟ من اجر العامل. يعني لو انا خدت قرض من صاحب العمل، صاحب العمل يخصم لي كل شهر او بقى يقتطع لي كل شهر نسبة لا تتجاوز كام؟ 10%. منين؟ من اجري مش من القرض. يعني فرضنا ان انا اخد منه 20-30 ألف جنيه، مش مهم، انما المهم انا بقبض كام، لان بناء على القبض ده هيتم خصم الاجر. طيب يبقى هنا العبارة عندنا خطأ، وبدل 25% نحط كام؟ برافو عليكم 10%. نبص على السؤال اللي بعده، يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين كمصاريف جنازة لأسرة العامل. يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين كمصاريف جنازة لأسرة العامل. طيب برضو دي نقطة مهمة جدا، في عندنا سؤال مقالي من الأسئلة المهمة جدا اسمه ما هي حالات انتهاء عقد العمل؟ ما هي حالات انتهاء عقد العمل؟ متى تنتهي العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟ عندنا 7 أو 8 حالات. من ضمن الحالات دي ايه؟ انتهاء عقد العمل، انتهاء الغرض المبرم من أجله العقد، كمان عندنا انتهاء العقد محدد المدة، عندنا الاستقالة، عندنا كمان العجز الكلي وبلوغ سن التقاعد، ووفاة صاحب العمل ووفاة العامل حكما وحقيقة. احنا بقى بنقول لو العامل توفى، القانون ألزم، طبعا هنا القانون ألزم صاحب العمل بصرف شهرين من أجر العامل لأسرته كما نسميها مصاريف جنازة، يعني العبارة هنا صح. طيب برضو من ضمن الحالات، برضو عشان أفكرك بالنقطة دي مهمة جدا، الاستقالة من ضمن حالات إنهاء العقد، الاستقالة إن أنا أقدم استقالتي. وعندنا سؤال مهم جدا في الاستقالة، هل بعد أنا ما أقدم استقالتي هل من حقي إن أنا أرجع في كلامي؟ يعني أنا قدمت استقالتي النهاردة من الشغل اللي أنا بشتغل فيه، وبعد 3-4 أيام رجعت نفسي لقيت نفسي خطأ، هل من حقي إن أنا أعدل عن قراري؟ القانون قال إيه بقى؟ يجوز الرجوع في الاستقالة، برافو عليكم، في خلال 7 أيام. تاني، يجوز الرجوع في الاستقالة في خلال 7 أيام. طيب السؤال اللي بعده، الإنذار والخصم من الأجر لمدة 3 أيام من اختصاص صاحب العمل. تاني، الإنذار والخصم لمدة 3 أيام من اختصاصات صاحب العمل. ودي بقى أنا بسميها الأسئلة الخادعة. يعني إيه أسئلة خادعة؟ يعني أنت هتقول ده صاحب عمل من حقه يدي للعامل إنذار أو يديله خصم، تمام أنا معاك، لكن القانون عمل حاجة حلوة قوي، عمل حاجة اسمها سلطة توقيع الجزاء. سلطة توقيع الجزاء يعني ايه؟ مين اللي له الحق يوقع الجزاء؟ اي شغل او اي عمل بيبقى فيه طرفين يوقعوا الجزاء، في واحد اسمه مدير العمل وفي واحد اسمه صاحب العمل. تاني، مدير العمل وصاحب العمل، مدير العمل ليه سلطات واختصاصات، صاحب العمل ليه سلطات واختصاصات. حد هيقول لي طب ما هو صاحب العمل ده من حقه كل الاختصاصات، ماشي، لكن احنا بنقول ايه؟ مش شرط ان انا ابقى صاحب مكان وانا متواجد فيه،
في واحد بيدير الشغل اسمه مدير العمل. ايه بقى سلطه مدير؟ خلي بالك انا بقول ايه، مدير العمل سلطته حاجتين في العقوبات، يعني من حقه يدي عقوبتين. ايه هما العقوبتين دول؟ الانذار والخصم. تاني، الانذار والخصم، والخصم لا يتجاوز 3 ايام. يعني انا لو مدير عمل وشغال في مكان وانا المدير، ما اقدرش ادي للعامل خصم اكتر من 3 ايام. يبقى لما يجي يقول لك من اختصاصات مدير العمل، اه دي من اختصاصاته، ان هو انذار وخصم مده لا تتجاوز 3 ايام، مش من اختصاصات بقى صاحب العمل. يبقى العباره هنا خطا، ده من اختصاصات مين؟ من اختصاصات مدير العمل. طيب تعال بقى نشوف صاحب العمل في ايده ايه، عشان هنقول نقطه هنا والنقطه دي مهمه جدا. صاحب العمل في ايده باقي العقوبات. هي ايه العقوبات ديت؟ يعني ممكن صاحب العمل يدي انذار، يدي خصم، ياجل العلاوه، كمان ان هو يحرمه من جزء من العلاوه، ياجل له الترقيه، يخفضه الوظيفه ادنى، والفصل من الخدمه. لكن بقى خلي بالك من النقطه اللي انا هقولها ديت، عقوبه الفصل من الخدمه ليست من اختصاص صاحب العمل، عشان ما يضحكش عليك في الامتحان ويقول لك صح ولا غلط. عقوبه الفصل من الخدمه من اختصاص صاحب العمل، اقول له لا خطا، مش من اختصاص صاحب العمل. امال من اختصاص مين؟ برافو عليكم، من اختصاص الجهه المختصه او اللجنه المختصه. لجنه الحكومه عاملاها عشان لو في عمل، عشان الفصل التعسفي، عشان صاحب العمل ما يفصلش العامل فصل تعسفي. يبقى تاني خلي بالك من النقطه دي مهمه، هات ورقه وقلم دلوقتي واكتب النقطه ديت. الفصل من الخدمه، تاني، الفصل من الخدمه ليس من اختصاص صاحب العمل، الفصل من الخدمه ليس من اختصاص صاحب العمل، والانذار والخصم مده لا تتجاوز 3 ايام من اختصاص مدير العمل. نشوف السؤال اللي بعده، تحتسب مدة الإضراب أجازة بأجر، تحتسب مدة الإضراب أجازة بأجر. طبعا دي من الأسئلة المشهورة جدا في الامتحانات، يعني يكاد يكون ما فيش امتحان في قوانين العمل إلا لما بيجيب النقطة دي. طب هي النقطة دي أصلها إيه؟ ويعني إيه كلمة الإضراب ويعتبر أجازة بأجر؟ إحنا مش فاهمين حاجة. طيب هرجع لك بسرعة درس الإضراب، لأن درس الإضراب ده من الدروس المهمة، أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أراجع على كل الدروس. الإضراب معناه إيه؟ الإضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل. الإضراب هو امتناع جميع العاملين أو فريق منهم، بس خلي بالك من الكلام، أنا بقول إيه؟ امتناع جميع. أول شرط في الإضراب إن يكون الإضراب جماعي، عشان هيجي لك سؤال يقول لك إيه؟ يشترط للإضراب أن يكون صحيح أن يكون إضرابا نقط، أقول له إضرابا برافو عليكم جماعيا وبغير رضاء نقط وبغير رضاء صاحب العمل، سواء كان الرضا بتاعه ده رضا صريح او رضا ضمني. طيب اجراءات الاضراب، يعني الاضراب ده بيتعمل ازاي؟ هل العمال بيجوا الصبح يعملوا اضراب؟ لا، يتم الاضراب عن طريق النقابه. يجب ان تخطب النقابه صاحب العمل بميعاد الاضراب واسباب الاضراب، حاجتين اهم، هتخطبه بايه؟ ميعاد واسباب الاضراب، وبشرط تخطبه قبلها ب10 ايام على الاقل. يعني لازم تبلغ صاحب العمل، يا صاحبي عمل انت صاحب المصنع الفلاني خلي بالك عندك اضراب قبلها، لازم ابعت له الجواب ده او اختره قبلها ب10 ايام. اهم نقطة بقى، يحتسب الاضراب اجازة بايه بقى؟ بدون اجر. برافو عليكم، يحتسب الاضراب اجازة بدون اجر. هيضحك عليك في الامتحان ويقول لك الاضراب اجازة باجر، قول له لا غلط، الاضراب اجازة بدون اجر. وافتكر كمان النقط اللي انا هقولها دي، هناك منشآت يحظر فيها الاضراب، ممكن تبص تلاقي سؤال مقالي بيقول لك اذكر 5 او 6 من المنشآت المحظور فيها الاضراب. كلمة المحظور هنا يعني الممنوع فيها الاضراب. طب ايه هي المؤسسات ديت او المنشآت دي؟ عندنا منشآت حيوية واستراتيجية. زي ايه؟ عندنا مؤسسات التعليمية، المستشفيات، الاسعاف، المطافي، المواني، المطارات، المواصلات، المخابز، منشآت الأمن القومي. عندنا منشآت كتير جدا لا يجوز فيها الإضراب. نشوف السؤال اللي بعد كده، أكمل العبارات الآتية، أكمل العبارات الآتية، يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة. برافو عليكم، يبقى مكان النقطة نحط كام؟ 24 ساعة كاملة بعد نقط عمل متصلة، بعد 6 أيام عمل متصلة.
ودي بنسميها الراحة الأسبوعية. رقم 2 اللي لسه متكلمين فيه دلوقتي حالا، لا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا كان امتناعا، برافو عليكم، امتناع جماعي وبغير رضاء صاحب العمل. يبقى هنا امتناع جماعي وبغير رضاء صاحب العمل. لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم. يبقى القانون حدد عدد ساعات العمل كام؟ 8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع. تاني، لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. يشترط لسريان قانون العمل، اللي هو السؤال اللي ممكن يجينا مقالي شروط قانون العمل، كلمة سريان يعني تطبيق قانون العمل. يشترط لسريان قانون العمل أن يكون العمل نقط ونقط ونقط، أن يكون العمل خاص، أن يكون العمل مأجور أو بأجر يعني. رقم 3 أن يكون العمل تابع. تاني، يشترط لسريان قانون العمل أن يكون العمل خاص ومأجور وتابع. عقد العمل يتميز بعنصرين، إيه هما؟ التبعية والأجر. التبعية والأجر. العمل نقط الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام، برافو عليكم، العمل يبقى العمل الإيه؟ العام الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات، تمام، سيادة، سلطة ذات سيادة. اذكر الرأي القانوني. طبعا هنا أنا هقول برضو للمرة الأخيرة، احنا بنقول دي آخر حلقة، عندنا سؤال في الامتحان، سؤال كامل يبقى عليه درجة كبيرة جدا، اسمه اذكر الرأي القانوني. طيب الإجابة بتاعته بتبقى ازاي؟ الإجابة بتاعته بتبقى لإما أقول قانوني أو غير قانوني، أو يجوز أو لا يجوز. وفي الحالتين سواء قلت قانوني أو غير قانوني أو يجوز أو لا يجوز لازم أقول السبب. يعني أنا دلوقتي هقول الموقف ده غير قانوني، لازم أقول غير قانوني ليه، ولو قلت قانوني لازم أقول قانوني ليه. طيب إحنا في المواقف ديت وأنا بقولها كده يعني أحاول بسرعة أرجع على الموقف ده بالجزء اللي يخصه في المنهج. نبتدي كده مع بعض. أول موقف، انتهت علاقة عامل بصاحب عمل قبل استنفاذ أجازاته وطلب صاحب العمل بالأجر المقابل للأجازة. تاني، انتهت علاقة عمل بصاحب عمل قبل استنفاذ أجازاته وطلب صاحب العمل بالأجر المقابل للأجازة. طيب في طلبة مش مركزين في المواد التانية فمش فاهمين النقطة ديت، أوضحها لكم. ده عامل كان شغال وليه رصيد أجازات، ساب الشغل وعايز مقابل رصيد أجازاته ده فلوس. هنا الموقف هنا قانوني، يجوز استبدال الأجازات بالمبالغ النقدية، أو يجوز تسوية الأجازة نقدا. أنا لو ليا أجازة عند صاحب العمل ولم أحصل على أجازتي، من حق طبيعي جدا إن أنا أخد بدل الأجازة دي نقدا، أخدها فلوس، يعني أخد الأجازة دي مقابلها فلوس. يبقى الموقف هنا قانوني، يجوز تسوية الأجازة نقدا. طبعا ده لأنها من أحكام الأجازة السنوية أو من الأحكام عموما. السؤال الثاني، احتفظت شركة بملفات العاملين لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. طيب أنا قصدت بقى أحط السؤال ده ليه؟ عشان في طلبة كتير سألوني يا مستر لما يبقى الموقف قانوني هكتب إيه؟ زي الصح والغلط؟ لا، ده مش صح وغلط، ده أنت بتقول الموقف قانوني أو غير قانوني ولازم في الحالتين تقول ليه. طيب واحد حد سألني يعني قال لي طب لما الموقف يكون قانوني هقول إيه السبب؟ أنا جبت السؤال ده متعمد عشان أفهمك تعملها إزاي. دلوقتي هو الموقف بيقول لي إيه؟ قام صاحب عمل بإعدام ملفات العاملين بعد انتهاء العلاقة بسنة، والقانون قال إيه؟ يلتزم أو من التزامات صاحب العمل الاحتفاظ بالملفات لمدة سنة. هل الراجل صاحب العمل ده عمل حاجة غير قانونية؟ طبعا لا، يعني الموقف هنا قانوني. طب هو قانوني أو يجوز؟ أكتب إيه بقى؟ أكتب الموقف ذات نفسه. يعني إيه؟ أقول له يجوز أو قانوني الاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. تاني، يجوز أو قانوني الاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. أدي مثال تاني، عندنا سؤال مهم جدا، سؤال تجديد شركات، تجديد ترخيص شركات إلحاق المصريين بالخارج. القانون بيقول إيه؟ يجب تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص ب4 شهور على الأقل. تاني،
يجب تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص باربع شهور على الاقل. يعني جالك الموقف كده، طلبت شركه بتجديد ترخيصها قبل انتهاء عقدها او قبل انتهاء ترخيصها باربع شهور، اقول له هنا ايه؟ برافو عليكم. اكد له الموقف، اقول له قانوني او يجوز، يجوز التجديد قبل انتهاء الترخيص باربع شهور على الاقل. يبقى الموقف اللي هنا اللي جالي من التزامات صاحب العمل انه يحتفظ بالملفات لمده قد ايه؟ برافو عليكم، لمده سنه من انتهاء تاريخ العقد. نشوف الموقف اللي بعده. عامل راتبه الشهري 600 جنيه، اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف اجره خصم صاحب العمل قيمة القرض. تاني، عامل راتبه الشهري 600 جنيه، اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف اجره خصم صاحب العمل قيمة القرض. طيب دي بتتحل ازاي؟ احنا قلنا من شوية ان انا القانون الزم صاحب العمل ان هو ما يقدرش يخصم اكتر من نسبة كام؟ برافو عليكم، اكتر من نسبة 10%. طيب 10% هنا المفروض ان الراجل ده اجره 600 جنيه، يعني عايزين نشوف ال 10% تمثل كم ال 600 جنيه؟ يعني المفروض اضرب ال 600 جنيه في 10 على 100 يدينا 60 جنيه، الراجل عمل ايه بقى ده؟ العامل ده اقترض 60 جنيه من صاحب العمل، اجى صاحب العمل اخر الشهر خصمهم، فيها مشكله؟ لا طبعا ما فيهاش مشكله. ليه ما فيهاش مشكله؟ لان اجر الراجل ده 600، فاحنا لو قلنا 600 في 10 على 100 يديني 60 جنيه، طب وهو الراجل خصم كام؟ خصم 60 جنيه، يبقى ما فيش اي مشكله. طب هقول له ايه؟ يجوز خصم 10% من اجر العامل. تاني، يجوز خصم 10% من اجر العامل. حد برضو كان بيسالني بيقول لي هو لما تكون حاجه زي كده حسابيه اكتبها في ورقه الاجابه؟ اكتبها مفيش اي مشكله، اكتب مفيش اي مشكله، لكن انا بقول لك على الاجابه النهائيه هتبقى يجوز خصم اكتر، يجوز خصم نسبه 10%. طيب الموقف اللي بعد كده، رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم شهادة الميلاد ضمن مصوغات التعيين. تاني، رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مصوغات التعيين شهادة الميلاد. الأول بقى طبعا أول سؤال هيسأل دلوقتي هو يعني إيه يا مستر مصوغات التعيين؟ طب ما احنا قلنا قبل كده كلمة مصوغات التعيين معناها المستندات اللازمة للتعيين، يبقى كلمة مستندات عشان لو جالك سؤال مقالي، ده سؤال مقالي مهم جدا وموجود في كتاب المدرسة، اذكر 6 أو 7 من مصوغات التعيين. كلمة مصوغات التعيين يعني مستندات التعيين. طب ايه بقى المستندات المطلوبة؟ تعال كده افكرك بيها، شهادة الميلاد، البطاقة الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، المؤهل الدراسي، الكشف الطبي، وكمان تصريح عمل للأجانب، شهادة المعاملة العسكرية بالنسبة للذكور، وشهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث، شهادات الخبرة إن وجدت. طبعا عندنا مستندات كتير، لكن بقى خلي بالك اشمعنى مستر سائل على شهادة الميلاد؟ أقول لك ليه. في كتاب المدرسة كاتب إيه؟ كاتب كده جملة جميلة كده، قال من ضمن المستندات المطلوبة شهادة الميلاد، فإن لم تكن متوفرة، يعني لو هي مش موجودة يكتفي بالمستخرج، مستخرج منها يعني، فإن لم تكن موجودة يكتفي ببيانات البطاقة الشخصية. إذن شهادة الميلاد في بديل ليها اللي هو ايه؟ برافو عليكم، البطاقة الشخصية. يبقى صاحب العمل لو انا ما قدمتلوش شهادة الميلاد ما يقدرش ما يشغلنيش، لا يشغلني. انما عارف انت لو انت مثلا ما قدمتش البطاقة ماشي، ما قدمتش مؤهل دراسي ماشي، انما انت ما قدمتش شهادة الميلاد المستند الوحيد اللي ما يقدرش ما يشغلكش بسببه. ليه؟ لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد. يعني الموقف هنا هنقول له غير قانوني، لا هيشتغل، يبقى غير قانوني لان البطاقة الشخصية تحل محل مين؟ شهادة الميلاد. تاني، السؤال ده مهم، ورقة وقلم واكتب، لأن البطاقة الشخصية بتحل محل شهادة الميلاد. نشوف السؤال اللي بعد كده، شركة تزاول تشغيل المصريين تتقاضى 5% من أجر العامل. شركة تزاول تشغيل المصريين تتقاضى 5% من أجر العامل. في عندنا حاجة اسمها شركات الحاق العمالة المصرية سواء بالداخل أو بالخارج. تاني، شركات الحاق العمالة المصرية سواء بالداخل أو بالخارج. القانون نظم عمل الشركات ديت وقال في هناك أعمال محظورة على الشركة، يعني في حاجات محظورة أو ممنوعة تعملها. أول حاجة ألا تتقاضى أكثر من 2% من عقد السنة الأولى فقط،
يعني ايه؟ يعني الشركه ديت هتشغل واحد بره شغاله بالسعوديه في الكويت، العموله بتاعتها، العموله اللي هتاخدها ان هي ما تزيدش عن 2% من اجر السنه الاولى. طبعا هو هنا الشركه دي خدت 5%، يبقى اقول له هنا الموقف غير قانوني او لا يجوز، يجب الا تتقاضى الشركه اكثر من كام؟ برافو عليكم، اكثر من، لا تتقاضى اكثر من 2% من اجر السنه الاولى. نشوف الموقف القانوني اللي بعده. رفض صاحب عمل منح اجازه لاحد العاملين لاداء الامتحان باحدى الجامعات رغم تقديم العامل طلب الاجازه قبلها بعشر ايام. طيب النقطه دي مهمه جدا، وتعالى مع بعض كده افهمها لك. اولا من حق هو يعني ايه عامل وطلب اجازه لاداء الامتحان؟ احنا بنتكلم على انهي عامل؟ على العامل اللي بيدرس وفي نفس الوقت بيشتغل. طبعا القانون اداله الحق ان هو ساعه الامتحانات من حقه يحصل على اجازه سنويه لاداء الامتحان، لكن القانون اشترط حاجه بسيطه جدا، ان الطالب ده اللي هيروح الامتحان يقدم طلب الاجازه قبلها بقد ايه؟ قبلها ب 15 يوم على الاقل، يعني ممكن يقدمه قبلها بشهر بشهرين، لكن الحد الادنى للتقديم ان هو يقدمه 15 يوم على الايه؟ على الاقل. طيب الموقف اللي معانا ده بيقول ايه؟ صاحب العمل ما رضاش يديله الاجازه، ما رضاش يخليه يمتحن يعني. طب ليه؟ لانه قدم الطلب قبلها ب 10 ايام. هنا صاحب العمل موقفه قانوني وسليم 100%. ليه؟ لان القانون قال يجب تقديم الطلب قبلها بقد ايه؟ ب 15 يوم على الاقل. والطالب ده او العامل ده قدم طلب الاجازه اللي عشان يمتحن قبلها ب 10 ايام، فصاحب العمل رفض، حقه وقانوني 100%. يبقى الموقف هنا اجابته قانوني، يجب تقديم الطلب قبلها بقد ايه؟ برافو عليكم، قبلها ب 15 يوم على الاقل. وخلي بالك بقى، ممكن يجي لك سؤال صح وغلط عشان ما نبقاش حافظين، بس لو قال لك كده قام احد العاملين بتقديم طلب اجازه لاداء الامتحان قبلها ب 30 يوم، اوعى تقول له غلط. لا صح. ليه صح؟ يا مستر ده انت لسه قايل 15، انا ما قلتش 15، انا قلت ايه؟ انا قلت مش بقولتش 15 بالظبط، انا قلت ايه؟ قبلها على الاقل ب 15 يوم، يعني ممكن اقدم قبلها ب 20 وب 30 لكن ما قلش عن ال 15. نشوف الموقف اللي بعده. رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاثة معوقين بحجة أن عدد العاملين لديه 40 عامل. تاني، رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاث معوقين بحجة أن عدد العاملين لديه 40 عامل. طيب بسرعة كده نراجع على درس مهم جدا ولازم يجي لنا حاجة منه في الامتحان. المعوق، مين الشخص المعوق أو المعوق المؤهل؟ هو كل شخص أصبح غير قادر على العمل أو عجز عن تأدية العمل سواء بنفسه أو بواسطة غيره بسبب عجز منذ الولادة أو عيب خلقه منذ الولادة. ده تعريف المعوق. حقوق المعوق المؤهل، المؤهل، المعوق المؤهل ليه حقوق قانون استثناها أو اداها له زيادة عن الأشخاص الأسوياء. زي إيه الحقوق ديت؟ القيد في مكتب القوى العاملة، الحصول على الشهادة من وزارة التأمينات أو الشؤون الاجتماعية، كمان يعفى المعوق من الكشف الطبي، ويعفى المعوق من أداء الامتحان، والمعوق لا يحرم من أي ميزة ياخدها الأسوياء. طيب ده حقوق المعوق. نيجي بقى للمهم، الجهات الملزمة بتشغيل المعوق. ثلاث جهات ملزمة بتشغيل المعوق: الجهاز الإداري للدولة اللي هي الحكومة، قطاع الأعمال والقطاع العام. رقم ثلاثة بقى، خد بالك من الجملة دي إن شاء الله بإذن الله لازم تعدي علينا في الامتحان. القانون قال إيه؟ ألزم صاحب العمل، ألزم صاحب العمل الذي يعمل لديه 50 عامل في أكثر، يعني كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لديه 50 عامل في أكثر، ماله بقى؟ ملزم بتشغيل نسبة كام؟ 5% من عدد العاملين معاقين. يعني أنا عندي مصنع والمصنع ده موجود فيه أكثر من 50 عامل، أنا ملزم بتشغيل نسبة كام؟ 5%. الموقف اللي قدامنا ده بقى، الحكومة جابت ثلاثة لأحد الأشخاص صاحب عمل، يعني ثلاثة معوقين، وقالت له عينهم، هو رفض. طب حجتك إيه في الرفض؟ قال لك أنا عندي 40 عامل، هل الكلام ده قانوني؟ أه طبعًا قانوني. قانوني ليه؟ لأن هو يقول القانون قال لي لما أشغل نسبة الـ 5% لما يكون عندي 50 فأكثر، يعني عندي 50 فأكثر فأنا ملزم بتشغيل نسبة 5%، أما إذا كان العدد أقل من 50 فصاحب العمل هنا غير ملزم بتشغيل أي نسبة من المعوقين.
يبقى الموقف اللي قدامنا هنا قانوني، لأن عدد العاملين أقل من كام؟ من 50 عامل. نشوف الموقف اللي بعده. قام صاحب مصنع منسوجات بتشغيل مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15. طبعا احنا لسه قايلين من شوية ان الحد الأدنى لتشغيل الأطفال من سن 14. طبعا صاحب العمل هنا، الموقف هنا هنكتب هنا غير قانوني، لأن الحد الأدنى لتشغيل الأطفال من 14 إلى 18 سنة. نشوف السؤال اللي بعد كده، ده من الأسئلة المقالي برضو اللي لنا تعليقات عليها. ما هي حالات انتهاء عقد العمل؟ امتى علاقة العمل العامل تنتهي بصاحب العمل؟ انتهاء عقد العمل، انتهاء الغرض المبرم من أجله العقد أو الغرض من العقد، انتهاء العقد محدد المدة، الاستقالة، وفاة العامل حكما وحقيقة، وفاة صاحب العمل، العجز الكلي وبلوغ سن التقاعد. طيب هوضح شوية حاجات في حالات انتهاء عقد العمل. من ضمن حالات انتهاء عقد العمل حاجتين نحطهم جنب بعض عشان فيهم سؤال مهم جدا. أول حاجة بلوغ سن التقاعد، ان هو وصل لسن المعاش وتقاعد. والحاجة التانية انتهاء العقد محدد المدة. يعني ايه؟ طب دلوقتي لو انا عامل عقد محدد المدة، هل من حق صاحب العمل لو عامل لي عقد محدد المدة وبلغت سن التقاعد ان هو يقعدني من الشغل؟ القانون قال لا، لازم العقد محدد المدة يكمل، يتكمل للآخر. ازاي؟ القانون بيقول من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن نقط، يبقى اقول له ايه؟ برافو عليكم، بلوغ سن التقاعد، ما لم يكن العقد محدد المدة. ما لم يكن العقد ايه؟ محدد المدة. يعني لو العقد محدد المدة يبقى صاحب العمل ما يقدرش ينهي عقد العامل لو هو محدد المدة وبلغ سن التقاعد. يبقى تاني الجملة دي بتجينا اكمل، وجملة مهمة جدا، من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن التقاعد ما لم يكن العقد ماله محدد المدة. طبعا قلنا كمان من ضمن الحالات الاستقالة، ويجوز الرجوع في الاستقالة في خلال 7 أيام. قلنا كمان وفاة العامل حكما وحقيقة، وقلنا لما العامل يتوفى من حق أسرة صاحب العمل الحصول على 2 شهر من الأجر كمصاريف جنازة. طبعا عندنا وفاة صاحب العمل، بس أوضح نقطة في وفاة صاحب العمل. تعريف قانون العمل إيه؟ هنرجع كده ونربط ده. قانون العمل مجموعة القواعد القانونية الناشئة أو اللي تولدت أو التي تحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل إذا توافر شرط التبعية، سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو اعتباري. طبيعة أو إيه؟ أو اعتباري. طب إحنا بنعرف ليه؟ يعني إيه شخص طبيعي ويعني إيه شخص اعتباري؟ شخص طبيعي يعني طبيعي بذاته زي كده وزيك، إحنا أشخاص طبيعيين. يعني أنا شغال عند محمد أو أحمد ده شخص طبيعي. أما لو أنا شغال عند شركة الإيمان، شركة الهدى، يبقى ده اسمه شخص اعتباري. هنا من ضمن حالات انتهاء العقد وفاة صاحب العمل إذا كان شخص طبيعي فقط، أما لو هو شخص اعتباري فما ينفعش العقود تنتهي. نشوف الجزء الثاني اللي معانا. ثانيا قانون الخدمة المدنية، قانون 81 لسنة 2016. بس أنوه على حاجة كده، طبعا احنا جبنا على قد الحلقة جزء من قانون الخدمة المدنية، لكن الحلقتين اللي فاتوا احنا راجعنا فيهم كل أسئلة قانون الخدمة المدنية. اكتب اسم المصطلح، تسري أحكامه على الوظائف والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي. طبعا ده تعريف أصلا قانون العمل اللي هو القانون رقم 81 لسنة 2016. تسري أحكامه يعني تطبق أحكامه على الوظائف والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي. يبقى هنا المصطلح قانون الخدمة المدنية، كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي ده اسمه الأجر المكمل. تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرارات وحل المشاكل، تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشاكل، دي اسمها السمات الشخصية، السمات الشخصية. أجازة ينقطع فيها الموظف، تاني ينقطع فيها الايه؟ الموظف مدة لا تتجاوز 7 أيام، دي اسمها الأجازة الايه؟ العارضة. وعارف دلوقتي اللي إجا في دماغك وهوضحه لك دلوقتي حالا. كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من الأجر الوظيفي ده اسمه كامل الأجر. نرجع للنقطة ديت، طبعا أكيد حد من اللي متابعنا واللي بيذاكرهم
قال لي يا مستر ده انت كاتب هنا اجازه العرض 7 ايام، امال ما انت كنت قايلها لنا قبل كده 6 ايام. هنا بقى هنوضح حاجه، لو انا قلت اجازه العرض 6 ايام يبقى دي اقصد بيها العامل، اما الموظف طبقا لقانون الخدمه المدنيه اجازه العرض 7 ايام، هي الاجازه للعامل 6، يعني القانون بيقول قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل بيقول ايه؟ للعامل ان ينقطع عن العمل لظروف طارئة مدة لا تتجاوز 6 ايام، ستة يبقى اجازة العرض كام يوم؟ 6 ايام، بحد اقصى يومين في المرة الواحدة، يبقى دي اجازة العرض بالنسبة لمين؟ للعامل. اما الموظف القانون برضو بيقول للموظف ان ينقطع عن العمل مدة لا تتجاوز 7 ايام في السنة طبعا كلها، ودي اسمها اجازة عرضة، يبقى العامل اجازته العرضة 6 ايام، الموظف 7 ايام. نكمل النقطة اللي بعد كده، تنقسم، ده سؤال مقالي مهم جدا، تنقسم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون، يقصد بكده قانون رقم 16 لسنة قانون 81 لسنة 2016، تنقسم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون الى المجموعات الوظيفية الرئيسية، وهي 4 مجموعات، مجموعة الوظائف التخصصية، نخلي بالنا من السؤال ده مهم جدا، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة. تاني، تنقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية، الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والوظائف الحرفية والخدمات المعاونة. ثالثا، قانون الخدمة التأمين الاجتماعي، قانون 79 لسنة 1975، قانون التأمينات الاجتماعية. طيب ده اللي هو الجزء العملي، ممكن يجي لنا مسألتين أو ثلاثة أو أربعة حسب الوضع الامتحان، لكن احنا هنا جبنا مسائل، ويريد كده ورقة وقلم ونكتب المسائل دي. مؤمن عليه، كل مسألنا هتبدأ بكلمة مؤمن عليه، انتهت خدمته بالاستقالة وعمره 53 سنة وله مدة اشتراك 15 سنة ومتوسط أجره للشهر للسنتين الأخيرتين 300 جنيه، المطلوب، دي من المسائل المهمة جدا جدا جدا، احسب تعويض الدفعة الواحدة، احسب ريع الاستثمار مجموع المبالغ المستحقة. طب لما اجي احل المسألة دي بحلها ازاي؟ طبعا احنا عندنا بيانات في المسألة، عندنا سنه لما قدم استقالته 53 سنة، مدة اشتراكه 15 سنة، متوسط أجره 300 جنيه، ودي البيانات اللي أنا عايزها. أول خطوة عايز أجيب تعويض الدفعة الواحدة. طب تعويض الدفعة الواحدة بيساوي إيه؟ متوسط الأجر موجود ولا لأ؟ موجود أهو، في 12 يعني بحوله لسنوي، يعني بضربه في 12. في مدة الاشتراك موجودة ولا لأ؟ موجودة أهي. نبص كده مع بعض، قيمة تعويض الدفعة 300 في 12 في 15 في 15 على 100. الأرقام دي إجت منين؟ أقول لك إجت منين. التلتمية دي متوسط الأجر، في 12 هنا بضرب في 12، دي ثابتة لأن أنا بحوله، لأن هو كان شهري بحوله هنا لسنوي. في 15 دي مدة الاشتراك، في 15% دي ثابتة، يبقى القانون قيمة تعويض الدفعة الواحدة، لو أنت عايز تكتب قانون بقى، متوسط الأجر في 12 في مدة الاشتراك في 15 على 100، يعني دي كده 15 على 100 و12 ثابتين في القانون، هيدينا 8100 اللي احنا جبناه، ده قيمة تعويض الدفعة الواحدة. أما مدة ريع الاستثمار، يعني ايه ريع الاستثمار؟ هي المدة الباقية لبلوغ سن المعاش. برضو يعني ايه؟ يعني هو هنا مديك في المسألة سنه 53 سنة. طيب فاضل له قد ايه ويطلع معاش؟ هجيبها ازاي؟ أطرح ال 60 اللي هي بلوغ سن المعاش ناقص 53، يبقى مدة الريع هنا 7 سنوات. أقول له بقى قيمة الريع بتساوي التعويض في مدة الريع في النسبة. طب قيمة التعويض كام؟ التعويض اللي أنت جبته فوق أهو 8100 في السبعة، دي جت منين؟ برافو عليكم، دي مدة الريع جبناها إزاي؟ طرحنا ال 60 من السن بتاعه، يعني دي مش ثابتة لأن ممكن يقول لك سنه 50، يبقى اطرح 60 من 50 في 6%، ودي ثابتة 6% دي ثابتة بتساوي 3402. طب المطلوب الثالث مجموع المبالغ، اجمع التعويض زائد ريع الاستثمار، مجموع المبالغ ادى التعويض 8100
وبيع الاستثمار عندك 3402 هيساوي 11502، يبقى ده المجموع المبالغ المستحقة. طيب خليك معايا بقى للي ما فهمش من اللي قدامه هشرحها تاني. دي مسألة يجيب لك فيها بيانات، هيقول لك مؤمن عليه امتياز خدمته بالاستقالة وسنه، لازم يجيب سنه في المسألة. جايب لك سنه 53 سنة، متوسط أجره 300 جنيه، مدة اشتراكه 15 سنة، مطلوب منك تعويض دفعة واحدة، مطلوب منك بيع الاستثمار، مطلوب منك كمان مجموع المبالغ المستحقة. هنحل ازاي؟ أول حاجة أقول له تعويض الدفعة الواحدة بيساوي، اللي حابب يكتب قانون يكتب ورايا، تعويض الدفعة الواحدة بيساوي متوسط الأجر في 12 وده رقم ثابت، في مدة الاشتراك أجيبها من التمرين، في 15 على 100 ثابتة، تاني متوسط الأجر من التمرين في 12 دي ثابتة، في مدة الاشتراك دي من التمرين في 15 على 100 ودي ثابتة، أضربهم في بعض، لو ضربتهم في بعض هيدينا إيه؟ برافو عليكم، هيدينا تعويض الدفعة الواحدة. طيب بعد كده أعمل إيه؟ أقول له بيع الاستثمار، وبيع الاستثمار قانونه إيه؟ بيع الاستثمار بيساوي التعويض في المدة الباقية لسن المعاش في 6 على 100، التعويض في مدة البيع اللي هي المدة الباقية لسن المعاش في 6 على 100، التعويض أنت جبته فوق في أول خطوة، أما النقطة الثانية اللي هي بيع الاستثمار دي المدة الباقية لسن المعاش، بجيبها إزاي؟ هو في المسألة بيقول لك قدم استقالته وسنه كذا، 50، 5، أي سن يجيبه لك. أقوم أنا عارف بقى إن سن المعاش 60، أو ال 60 ناقص والسن اللي جابه لي، طلع 5، طلع 3، طلع 7، يطلع زي ما يطلع. هنا طلع 60، هو سنه هنا أما قدم استقالة 53، يبقى أقول له 60 ناقص 53 يبقى 7 سنوات، يبقى أنا كده جبت إيه؟ مدة البيع. أكتب بقى القانون، أقول له بيع الاستثمار بيساوي التعويض في المدة اللي أنت جبتها في 6 على 100 دي ثابتة. في 6 على 100 دي ثابتة. بعد كده على طول بيجي لك قيمة بيع الاستثمار لو طلب منك مجموع المبالغ بتجمع الاثنين مع بعض. نشوف المسألة اللي بعد كده. انتهت خدمة مؤمن عليه بالقطاع الخاص لبلوغه سن المعاش اللي هو سن 60، له مدة اشتراك 40 سنة ومتوسط الأجر الشهري للسنتين 200 جنيه، احسب المعاش المستحق. خلي بالك قبل ما نحسب، احنا عندنا حاجة اسمها حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بيستحقها في حالتين، أول حالة لو زادت مدة الاشتراك عن 36 سنة، الحالة الثانية لو لم تنطبق عليه شروط المعاش. احنا حلينا لو لم تنطبق عليه شروط المعاش. الحالة دي مهمة جدا، بيقول لك مؤمن عليه انتهت خدمته ومدة اشتراكه في التأمين 40 سنة، حد دلوقتي اللي انا سمعته قال ايه؟ قال يا مستر انت مش قلت لنا قبل كده ان اقصى مدة اشتراك في التأمين 36؟ اقول له اه، برافو عليك، عشان كده المؤمن عليه ده يستحق تعويض من دفعة واحدة. هحسبها ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض هنحسبها ازاي. تعويض الدفعة الواحدة المستحق يستحق المعاش بحد اقصى قد ايه؟ 36 سنة، يعني ده اجيب له المعاش وتعويض عن المدة الزايدة. طب المدة الزايدة هنا بجيبها ازاي؟ هو في التأمين قايل لك 40 سنة والمعاش 36، يبقى المدة الزايدة 40 ناقص 36. طيب المعاش المستحق، طبعا قانون المعاش اللي كلنا حافظينه، متوسط الأجر في مدة الاشتراك في 1 على 45، متوسط الأجر في مدة الاشتراك في 1 على 45، متوسط الأجر من التأمين هو جايبه لك، 36 دي أقصى مدة اشتراك، 1 على 45 دي ثابتة، طلع المعاش 160 جنيه. بجيب بقى تعويض الدفعة الواحدة، بعمل إيه؟ بضرب بقى المتوسط اللي عندك في المسألة ال 200 في 12 دي ثابتة، في 4، إجت منين الأربعة؟ الأربعة ديت اللي هي الفرق ما بين المدة اللي إدالك في التأمين اللي هي 40 سنة والحد الأقصى بالقانون، يعني أطرح 40 ناقص 36 يبقى 4، افرض قال لك 38 يبقى برضه 38 ناقص 4، وأضرب في 15 على 100 ودي ثابتة، إدانا التعويض 1440 جنيه. المسألة الأخيرة اللي معانا، مؤمن عليه يعمل بالحكومة يبلغ من العمر 49 سنة، انتهت خدمته بعجز كلي. أول ما أشوف كلمة عجز كلي أو وفاء يبقى دي مسألة عجز ووفاء. مدة اشتراكه في التأمين 19 سنة، احسب المعاش المستحق. القانون قال بقى إيه هنا؟ قال إذا كان مدة الاشتراك بما فيها المدة الافتراضية، يعني المفروض أنت هتزود له سنة يا 2 يا 3 حسب سنه في التأمين، أقل من المعاش المستحق لو هي 22 سنة فأقل، يعني 22 سنة ونص وإحنا نازلين، يستحق المعاش بواقع 65%. هنا المدة الباقية أطرح 60 49
هتدينا مدة الاشتراك هنا اخد المعاش على طول واضربه في 65 على 100. طيب احنا كده حاولنا نغطي جزء كبير جدا جدا من المنهج. لو الحلقة دي ناقصك فيها حاجات، في حلقتين ثلاثة في اللي فات فيها المراجعة كاملة، وبإذن الله بإذن الله تحققوا حلمكم وتخشوا الكليات اللي عايزينها. في نهاية لقائي معاكم طول السنة دي سعدت جدا بالطلبة اللي كانوا متابعيننا من جميع المحافظات، بنشكر شكر خاص لجميع العاملين في القناة هنا على المجهود اللي هم بذلوه، شكر خاص برضو لقيادات التعليم الفني وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم، وإن شاء الله بإذن الله سنة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.